شيء ما مروى كاتبة رائعة الأستاذ مليكة الإسلام. شيء ما هناك يدعو، ربما فجر، ربما ليل بهيم، شيء ما هناك يفزعني، ربما ذكرى، ربما ماض أثيم. شيء ما هناك يدعوني، ربما فجر، ربما ليل بهيم، شيء ما هناك يفزعني، ربما ذكرى، ربما ماض أثيم. وذاك صيد بين برديه طوارئ، عشته جرحا، عشته حزنا فظيع. وذاك شتاء بين جفنيه احتوى، عشته صبرا، عشته عين صغير. وذاك صيف بين برديه طوارئ، عشته جرحا، عشته حزنا فظيع. وذاك شتاء بين جفني احتوى، عشته صبرا، عشته عين الصقيل. ومشيت في طريق مظلما قلبي وروحي، وهويت في حريقي بأسا ليلي وصبح. ومشيت في طريقي مظلما قلبي وروحي، وهويت في حريقي بأسا ليلي وصبحي. يا بقايا الظلام ارسمي خوف، افضحي بؤسي، وأوقات الضياع لم يعد مني غير طيفي. وليا استبقيتها للتباكي والوداع. يا بغايا الظلام ارسمي خوف، افضحي بؤس، وأوقات الضياع لم يعد مني غير طيب. وليال استبقيتها للتباكي والوداع. قصتي، قصتي يا رفاقي قد تطول، غير إن جاهلة كيف أبدأ قصتي لتغريب فيها فصول. قصتي تنتهي حيث تبدأ، ويحى أحلام، ويحى أحلامي كيف توارت، كيف مزقت منها الجذور. شمسها غاب وعنها استدار، فاستوى فيها غياب وحضور. ويحى أحلامي كيف توار، كيف مزقت منها الجذور. شمسها غاب وعنها استدار، فاستوى فيها غياب وحضور. من أنا، من أنا حيرني سؤالي. قد نسيت اسمي وكياني، قد هوى كل عال، وخسرت في عمر رها. من أنا حيرني سؤال، قد نسيت اسمي وكياني، قد هوى كل عال، وخسرت في عمري رهاني. شيء ما هناك يفزعني، ربما صوت ذكرى، ربما ماض أثيم. مرواءة كاتبة رائعة مليكة الإسلام، أداء بدر الخالق.